تونس تشهد ميلاد دستورها الجديد وحكومة مستقلة في يوم واحد، حيث نجحت التيارات السياسية التونسية في وضع البلاد على طريق تنفيذ خارطة طريق بعد إقرار الدستور الجديد وتشكيل حكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة. المجلس التأسيسي في تونس صادق على الدستور الجديد للبلاد وصوت 200 نائب من أصل 216 في عملية الاقتراع بنعم على الدستور المتكون من توطئة ديباجية و149 فصلا، في حين امتنع 4 نواب عن التصويت وصوت 12 بلا. هذه لحظة تاريخية، أنا حسيت حجرة نحات، على الأقل محمد وصلنا للحظة اللي كان يحلم بها. رئيس الوزراء بدوره أعلن عن تشكيل حكومة مستقلة تقود البلاد إلى انتخابات هذا العام، وهي خطوات أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في تونس، مؤكدا أنه اختار فريقه الحكومي على أساس الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، مبينا أن هذا الفريق يتكون من الكفاءات التونسية قلبا وقالبا. وأقر خلال مؤتمر صحفي عقده عقب تقديم تشكيلة حكومته للرئيس التونسي المؤقت محمد منصف المرزوقي أن المهمة لن تكون سهلة ولكنها ستكلل بالنجاح، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة لا تستند إلى طرف سياسي لأن سندها الحقيقي الوفاق الوطني والتفاف كل التونسيين حولها من أجل النجاح في مهمتها. الاستفتاء على الدستور حظي موافقة دولية تمثلت في ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كونه يمثل حلا نهائيا للأزمة التونسية، وأشاد بالمصادقة على الدستور التونسي الجديد معتبرا أنها مرحلة تاريخية، ودعا إلى إكمال المرحلة الانتقالية الديمقراطية في البلاد.